معانا المستشار مرتضى منصور مع الزميل خالد غانم سلطان من داخل نادي الزمالك الان على الهواء مباشره. على خالد ومعاه مفاجاه ساره حسب ما اتكتب على الشاشه. معك الميكروفون خالد ومعك المستشار مرتضى منصور وصبح لنا عليه. صباح الخير على حضرتك يا كابتن طارق، بنرحب بيك مره اخرى من داخل النادي مع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور اللي هيعلن عن مفاجاه ساره طبعا جدا لكل جمهور نادي الزمالك في كل مكان. سياده المستشار اتفضل. يعني بعد ما خلصت يعني قدمنا امام، انا طبعا لبست جو طبعا زي ما شايف برد جدا جدا جدا، بس غريبا لابس زيك لبني. طبعا اللاعب الجديد الجميل المحترم اللي مصمم انه يلعب في نادي الزمالك ناصر، اهو ناصر منسي خاطب جماهيرك من خلال القناه. اتفضل كابتن ناصر، اهلا بيك ومشرف نادي الزمالك. كده ناصر كده حبيبي ربنا يخليك، مرحب بيك ومبسوط ان انا موجود في نادي الزمالك. طبعا انا بحب نادي الزمالك من صغري، وعايز اشكر سعاده المستشار مرتضى منصور، بشكره من خلال قناه الزمالك، وبشكر استاذ امير مرتضى، بصراحه عملوا مجهود كبير جدا لحد ما صمموا جابوني من 3 سنين اللي انا اكون موجود في نادي الزمالك، وانا بحب نادي الزمالك من زي ما بقول لحضرتك من صغري. كارم نزل صوره النبي من طبعا نزل صوره من 6 سنين لما كان بيتدرب في نادي الشمس، عايزين نشوفه كان لابس ايه من 6 سنين. ده كام سنه ايامها؟ كان عندي 16. نزل هاته بقى كده، نزلها كارم من سمعت. وكان حلم لأي حد طبعا يكون موجود في نادي الزمالك، طبعا نادي كبير ونادي بطولات، وإن شاء الله أوعد جمهور نادي الزمالك اللي أنا أطلع كل حاجة عندي، وسعادة المستشار بقول له إن شاء الله أنا يعني بشكرك كمان مرة، وإن شاء الله بإذن الله أكون عند حسن ظن جمهور نادي الزمالك، وهطلع كل اللي عندي عشان أنا زملكاوي ومن صغري وأنا زملكاوي وبحب نادي الزمالك جدا، وصحابي كلهم زملكاوية وأخويا وكلهم، وإن شاء الله هقدر أعمل حاجة نادي الزمالك إن شاء الله. أكيد كبيرة عليك اللي انت تقود هجوم نادي الزمالك بجانب طبعا اللعيبه المحترمين اللي كلهم الموجودين. طبعا مسؤوليه طبعا، وان شاء الله السنه دي اقدر اعمل كل حاجه عشان خاطر نادي الزمالك، نادي العشق ونادي انا بحبه جدا من صغري زي ما انا قلت لك، وهطلع كل اللي عندي باذن الله، وهقدر اعمل اي حاجه عشان خاطر نادي الزمالك. جبت 14 جون. 14 جون. عملت كم اسيست زي ما بيقولوا؟ خمسة. تمام. ده يا جمهور الزمالك اللاعب اللي احنا عايزينه يبقى في الزمالك، يبقى جاي حابب يلعب في الزمالك، مستمتع انه بيلعب في الزمالك. هو طبعا لما جه، انت من الشرقية ولا منين؟ من الشرقية. منين؟ من شرويدة، قرية شرويدة من الزقازيق. مركز الزقازيق. مركز الزقازيق قرية شرويدة. تمام. طبعا الشرقيه دول كرم الكرم، من هنا طبعا اخونا ثروت حماد، ثروت سويلم المحترم، وهناك برضو اخونا احمد اباظه، وناس كتير جدا يعني هناك. الشرقيه دي يا باشا، الشرقيه دي مليانه رجاله كلهم كرم في كرم. انا نزلت الشرقيه من فتره كده، فطير مشلتت ايه واستقبالات ايه، لا بلد الكرم كله. هو جايب اخوه معاه طبعا. اتفضل عرف نفسك بقى كده، خليك معاك. طبعا بنرحب بيك في نادي الزمالك، وبنرحب ايضا بالكابتن ناصر منسي داخل صفوف نادي الزمالك. انا طبعا برحب بالمستشار مرتضى منصور، وبرحب بكل المجلس الاداره، اللي احنا صممنا نيجي نادي الزمالك عشان احنا كلنا زملكاويه، عيلتنا كلها زملكاويه، واحنا رحبنا نكون في نادي الزمالك هنا مع المستشار مرتضى منصور. ربنا يوفقك يا ناصر. بكره ان شاء الله هيتم قيده، وبكره ان شاء الله شبابنا راجع،
باذن الله. وزي ما قلت امير كان من شويه هو واسماعيل بنخلص اللعيب الثاني. عندنا 2 لعيبه بنخلص فيهم، ربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. ويا كل اللي اتكلمتوا عن الصفقات الفاشله، ايه رايكم في مصطفى شلبي النهارده؟ وايه رايكم في عمرو بالسيسي عشان ما حدش يزعل مني النهارده؟ وايه رايكم لا محمود شبانه ده كان احسن النهارده، جاب جول النهارده. وايه رايكم في زنار لسه ما خدش، ولسه سامسون ما خدش تمام؟ لا احنا عندنا. وايه رايكم في دونجا؟ ها؟ وايه رايكم في نضاي يا شوبير؟ النهارده بقى خليها مخصصه يا كابتن طارق ويا كارم عن الليلة الجميلة دي. وبكرة هتذيع بقى لقائي مع اللعيبة من 4-5 أيام، والجزء بتاع الرهان بتاع الملابس اللي هيمشوا بيها في الشارع لو كان في ملابس إن شاء الله. مبروك يا ناصر، وإحنا متوقعين هيبقى في تنافس شديد بينك وبين سيف الجزيري وبين سامسونج. وعندنا في كل مكان يا جماعة، يعني إحنا مش عايزين ننسى النهاردة لعب دونجا ولعب عمرو السيسي، عندنا رؤى كمان، عندنا سيف فاروق جعفر النهارده لعب في اليمين. بدأنا بسيد نيمار مش كده، وعمر جابر، ما تنسوش ان احنا عندنا برضه محمد طارق تمام، وعندنا حمزه المسلوسي، عندنا في كل مكان 2 أو 3. جميل الزمالك ان شاء الله، الزمالك سيعود بقوه ان شاء الله، واللي رئيسه الحمد لله بفضل الله وجماهير المحترمه عنده إرادة النصر عمره ما بيرمي الفوطة، وإن شاء الله بإذن الله هنرجع تاني أقوى من الأول إن شاء الله.